الأستاذة فريدة السراج، أستاذة التعليم الابتدائي مديرية وجدة. خرجنا اليوم في هذا الاحتجاج وسبقنا خرجنا احتجاجات سابقة لنعلن صوتنا الرافض للنظام الأساسي الذي فرضه علينا السيد شاكي بن موسى. وهذا النظام المآسي كما يلقبه الأساتذة وكل المعنيين بهذا الأمر هو نظام جاء ليجهز على المكتسبات ديالنا ويجيب لنا ضغوطات نفسية قبل ما تكون ضغوطات مادية. هذا النظام المآسي الذي سيحرمنا من حقنا العادل والمشروع في ساعات العمل، جاءت ساعات العمل بدون تقنين، ثم انه هو السبب في هذا الهدر ديال الزمن المدرسي بالنسبه للتلميذ. هذا النظام المآسي جاء لتحقير الاستاذ وتحقير الممارس داخل الفصل، لانه اللي كانت الزيادات والعداله الاجريه غادي تهم جميع الفئات اللي في التعليم. كيف يعقل ان الاستاذ اللي عنده علاقه وصله مباشره بالتلميذ لا يحفز ويحفز بالكرتون؟ نحن لا نريد كرتون، نحن نريد تحفيز مادي بقدر المسؤوليه الملقاة على عاتقنا. نحن في هذا اليوم والاحتجاج سيطل، نعيد السيد الوزير بسنه بيضاء وسنرفع سقف الاحتجاجات اذا لم يتراجع عن هذا النظام المآسي، عن هذا النظام الذي سيحقر الاستاذ. نحن لن ندخل الفصول ونحن متأطئي الراس، سندخل براسنا مرفوع. الاقتطاعات التي طالت الاساتذه والتي ستطالنا لن تثنينا عن هذا النضال، سنحتج وسنرفع صوتنا. نحن لسنا ضد التلميذ، التلميذ هو فلذات اكبادنا قبل ان يكونوا ابناءنا او تلاميذ لنا. اذا كان الوزير لا يحس بهؤلاء الاباء فنحن نقول لهم عذرا، عذرا يا تلميذ، فقد اجبرونا على التصعيد. نحن بالشارع، الشارع ليس مكاننا، مكاننا هو الفصل، مكاننا هو مع التلاميذ. الوزير هو المسؤول الاول عن خروج هذا الكم من الاساتذه، الوزير هو المسؤول الاول لانه مرر النظام الاساسي في واحد الظروف غامضه، مرر النظام الاساسي في الوقيته اللي كان فيها الزلزال في الحوز، وكانوا الاساتذه متعاطفين، وكانوا يقدموا دروس عن بعد للتلاميذ اللي طالهم الزلزال. في هذاك الوقت الوزير استغل الفرصه بكل خبط، نقولها بكل خبط، استغل الفرصه ووضع النظام المآسي في جريده رسميه. نحن سنرفض هذا العمل بهذا التحقير، نرفض ان تهان كرامتنا، نرفض ان يقتطع من اجورنا، انها سرقات يبد من استرجاع اموالنا المقتطعه. الاحتجاج حق مشروع، نحن نحتج بصفه سلميه. نقول لوهبي ان وزاره التعليم بعيده عليك، نقول لوهبي انه عند موقع لك المشكل ناقشتي وحاورتي تنسيقيات ودرتي امتحان مشبوه بين قوسين باش غطيتي على الموضوع ديالك، والان يقول وهبي اننا نلوي الذراع. نحن لا نلوي ذراع احد، نحن نرفع صوتنا بطريقه سلميه وباحتجاج سلمي يصل الى المسؤولين عن هذا الوطن. المسؤول، نحن ابناء الشعب، نحن مغاربه، تلاميذ مغاربه ونحن مغاربه، من اوصلهم لهذه المناصب؟ نحن بفضل ديالنا باش وصلوا لهذه المناصب. اذا لا والف لا لاهانه الكرامه، نقول له اذا اقتطعت من الاجره فانك تهدد بسد الحجره. شكرا جزيلا للمنابر الاعلاميه الحره التي واكبت هذا الحدث، وشكرا جزيلا لكل من انخرط من قريب او بعيد في هذا الشكل النضالي. السادة وهيبة العطلاطي، عضو التنسيق الاقليمي، التنسيق الوطني الاقليمي بوجدة. احنا اليوم استمرارا في المعركة النضالية التي نخوضها منذ اكثر من شهرين. طبيعة الحال رئيس الحكومة ونقابة المحاورة خرجوا في الاعلام المغربي كيبشروا المغاربة ان مشكلة التعليم تحل. في الحقيقة احنا لا نتوصل بأي حل، وهذاك الحوار نحن لا نعترف به. احنا كنقولوا لهم ما معنى التجميد؟ لم نسمع يوما بقانون في المغرب تجمد، شنو معنى التجميد؟ احنا حقوقنا واضحة، حقوقنا هي سحب هذا النظام المآسي، حقوقنا هي تحديد مهام الأستاذ بدقة، مطالبنا هي تحديد مهام الأستاذ، مطالبنا هي سحب العقوبات من هذا النظام الأساسي، مطالبنا هي زيادات معقولة في الأجر. السيد رئيس الحكومة، السيد وزير التربية الوطنية، إلا عندك شي حل واقعي فأهلا وسهلا. حنايا ما باغيش نبقاو الشارع، حنا قلبنا على أولاد المغاربة، حنا قلبنا على التلاميذ، ولكن الحلول الوهمية والهضرة مجرد الهضرة، هذيك مجرد كلام. رئيس الحكومة خرج في القناة الأولى ليقول لا شيء، رانا كان حتى حاجة، تما ما كاين حتى حاجة. أنا أسائل نقابة اللي قالت وصفات الحوار بالإيجابي، شنو هي المعايير اللي اعتمدوا عليها باش يقولوا لنا أن هذا الحوار إيجابي؟ ما كاين حتى حاجة الرجل التعليم، ما كاين حتى حاجة، وأتحمل فيها المسؤولية، كنقول ما كاين حتى حاجة. رجاءً أعطيونا حلول ملموسة، حنا ما بغيناش مسلسل مكسيكي عاوتاني من الحوارات، حنا بغينا مخرجات ملموسة للمشاكل الحقيقية لرجل ومرأة التعليم، باش ما يكذبوش على المغاربة يقولوا راه المشكل تحل. المشكل لا يزال قائما، والأشكال الاحتجاجية اللي غتكون اليوم عبر مدن
المملكة عبر كل مديريات هذا الوطن خير ورد على التصريحات المستفزة ديال رئيس الحكومة ديال النقابات المحاورة. حنا كنقولوا عطيونا نتائج ملموسة، حنا لسنا هو احتجاج، لسنا هو نضال، حنا مجبرين في الشارع، حنا مجبرين ترك الأقسام ديالنا، ولكن لن نرجع حتى تحقق لنا مطالبنا. كنقول عليها أنها عادلة ومشروعة لأن هي مطالب معقولة جدا. حنا ما بغيناش تمييز على الموظفين تاع هذا الوطن، حنا بغينا حقوق بحالنا بحال الموظفين في القطاعات الأخرى، بغينا حل عاجل للمشاكل تاع التعليم. وكنقولوا أن حواراتهم إلا كانت غتكون بنفس الطريقة ويعني ما فيها لا تشاركية لا إشراك، والناس اللي كتحتج راه في الشارع عباد الله، من تحاورون؟ من تحاورون؟ المحتجين اللي كيمثلونا ما كاينينش تما، الناس اللي كتمثلنا ما كاينينش تما، فمن تحاورون بالله عليكم؟ راه هذوك وقعوا معكم ديجا 14 يناير وقلنا راه حنا رافضينه، علاش كتعاودوا نفس الشيء؟ وراه بنفس الطريقة راه ما غتوصلوا حتى النتيجة. حاوروا الناس اللي كتحتج، حاوروا الناس اللي راه في الشارع، حنا عندنا ممثلين، نحن الآن هنا كتنسيق وطني وكاين تنسيقية الثانوي التأهيلي، هادو هما الناس اللي راهم في الاحتجاج، فلماذا تحاور النقابات؟ كنقول أنها فقدت شرعيتها بعد 14 يناير، حنا رفضنا هذاك الاتفاق اللي وقعته هذيك النقابات، وبالتالي حواراتهم لا تمثلنا، وأي مخرج تاع هذا الحوار فهو لا يمثلنا ما دام الناس اللي حنا خارجين معاهم ما كاينينش في الحوار. وتحية نضالية لكل منابر. بغينا وليداتنا ولدي يقراو وما يبقاش أميين، وبغينا كاع وليداتنا وليدات المسلمين جميع يا وليدي الله ينصر سيدنا والله يعطينا والله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق، هذا ما نقولوا. الله ينصر الملك، الله ينصر الملك، الله يحفظكم اولادي، الله يقيد عيشتكم، الله يجيب لكم شي خبزه سهله مهله، الله يفرحكم اولادي، الله يزهركم، الله ينوركم، الله يعطيكم ويغنيكم، الله يغلبكم على الحق ديالكم، الله يغلبكم على حقكم، الله يغلبكم على الحق، الله يحفظكم، الله يستركم، الله يجيكم ويجيكم اولادي. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوه الا بالله. يا ربي يا ربي تاخذ الحق، يا ربي تهزم الباب، يا ربي تنصرنا وتنصر وليدنا، يا ربي تقري وليداتنا وليداتنا. ما يبغاوش وليداتنا يسردوا في الزنقه، بغيتهم يقراوا. ويدي الله يحفظكم، الله يزهركم، الله ينوركم، الله يدير لكم كي تبغي.